اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. قطر حملت البيرقدار من تركيا الى اوكرانيا في رحلتين على الاقل يوم الرابع عشر من مارس على بوينغ سي 17 اي جولد ماستر. هذا التسريب من روسيا فيه اختلاف ما بين 6 درونات كما تقول افيا برو نقلا عن مصدر استخباري وبين 30 درون المستخدمة اليوم في اوكرانيا من التبتو، كلها نقلت على دفعات من تركيا الى اوكرانيا. لماذا تحديدا لم يرغب الاتراك في نقل هذه الدرونات ومرت عبر قطر باتجاه اوكرانيا؟ لان العملية معقدة كما تقول ستانا وكالة الأنباء الأوكرانية، لأن هناك سيناريو جديد لنكون كرباخ، ولا يرغب الأتراك في ربط هذه أو هذا السيناريو بين نكون كرباخ وبين دونباس. فلو قررت تركيا نقل آلياتها بنفسها إلى أوكرانيا فإن العملية ستظهر أنه نوع من الهجوم بين قوسين على مصالح روسية. لذلك فالإجراء أتى عبر القطريين، وحاولت روسيا اليوم أن تسرب الصور للسي 17 اي القطرية الموجهة المتجهة مباشرة إلى أوكرانيا. إذن 30 طائرة من تيبتو نقلت عبر القطريين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا الذي جعل نقل طائرات البيرقدار تيبتو تخلق مشكلا في السعودية، ويطالب الملك سلمان الرئيس أردوغان بشراء البيرقدار تيبتو. هذه هي التطورات الأخيرة التي جعلت من التيبتو وبعد تسليم كل أسرارها إلى القطريين، واحتمال كبير يقول الروس بأن التصنيع البيرقدار سيكون في قطر، وأن هذه العملية اليوم تذهب باتجاهين. أولا بالنسبة للبيرقترام بين الأوكرانيين وما بين الأتراك، وبالنسبة للتيبتو هناك تيبتو الآن تصنع في قطر أو ستصنع في قطر. إلى الآن لم تحسم المخابرات الروسية هل بيرقدار اليوم تصنع في قطر أم أنها قابلة للتصنيع في قطر. فالتقارير الرسمية تؤكد أنها قابلة للتصنيع أو في حكم الممكن تصنيعها في قطر، وهذه هي الترجمة الدقيقة للتقرير في وزارة الدفاع أو عن وزارة الدفاع الروسية. إذن العملية حالياً تشكل صدمتين. أولا بالنسبة للسعوديين بعد ظهور التعاون القطري مع الأتراك بخصوص صناعة البيرقدار تيبتو. ثاني مسألة أن السعوديين رغبوا في أن تكون البيرقدار جزءا من ترسانتهم بعد موافقة الأمريكيين عليها، لكن في نفس الوقت هناك تحفظ إلى الآن يبديه وزير الدفاع الأمريكي بخصوص دخول التيبتو في حرب اليمن، وأن العملية كلها دفاعية وليست هجومية. وندرك بشكل جيد أن هذه العملية كلها تستهدف أساسا الهجوم على مأرب على وجه التحديد، وهذا الذي لا يرغب أحد في التورط، لا يرغب أحد التورط فيه. العملية كلها ناتجة عن أولا تعاون قطري تركي محكم وحميم وقوي وكثيف بخصوص نقل تيبي 3 وأيضا التيبي 2. وهذه العملية قد تدفع القطريين وأمام عملهم بخصوص هذه الطائرة أن بعض التكنولوجيا الغربية يمكن أن تشتريها قطر لصالح الأتراك. هذا ما ثبت بالنسبة للمخابرات الروسية، والعملية كلها اليوم تنجز بإذن من أمير قطر شخصيا ومن أردوغان. والعملية اليوم حسب المخابرات الروسية تذهب إلى اتجاهين، أولا النقل،
ثانيا إحضار التكنولوجيا، ثالثا نقلها إلى تركيا، رابعا نقل المصنع من أنقرة ومن قطر إلى أوكرانيا. مهم جدا أن نصل إلى هذه النقطة كخلاصة أولى. هناك نقطة ثانية بالنسبة لنفس التقرير للمخابرات الروسية، ويعني أن ما شارك من بيرقدار في ناغورنو كاراباخ لم يتجاوز 12 بيرقدار تي بي 2. هم يحاولون تكريس هذه النظرية، محاولة العمل على هذه النظرية للقول بأن 30 بيرقدار في دونباس في أوكرانيا سيكون بتسريع أكبر، بتسريع شديد، وهناك إمكانية الإسقاط أكبر لأن المواجهة ستكون مع التقنية الروسية مباشرة وليس عبر الأرمينيين، لأن ما حدث بالنسبة للقرم هو أنه اليوم هذه الجزيرة هي غلاف كامل جيوسياسي، محصن نوويا، محصن بكل التكنولوجيا الروسية، كل ما لدى الروس اليوم موجود في قرم. وبالنسبة لتركيا فإنها لا تزال تتحفظ عن التدخل مباشرة رغم دعمها المباشر لصالح أوكرانيا، وترغب بشكل أكبر في وصول البيرقترام إلى الاستخدام المباشر في دونباس، لكن بالنسبة للأوكرانيين يرغبون في مثل هذه القفزة وهذه المعركة بشكل مباشر الآن بعد استعدادات مكثفة للغاية. وأهم من كل ذلك التصرف بقياسات جديدة تجاه التكنولوجيا الروسية. مهم جدا بالنسبة للجميع، أمريكيين وأتراك وأوكرانيين وألمان، أن كل التكنولوجيا الروسية اليوم في القرم، والكل يستعرض الآن عبر دونباس مثل هذه التكنولوجيا، التكنولوجيات المغايرة، التكنولوجيات الأربع المغايرة. هذا الذي جعل الأمور أكثر تعقيدا. لذلك في الخلاصة الثانية تجعل من البيرقدار تي بي 2 أنها سلاح مضاعف واستراتيجي في هذه اللحظات تحديدا في دونباس. والقطريون ساهموا في نقل 6 درونات أخيرا فقط، يعني أن كانت هناك 24، يعني حوالي السربين، وإضافة 6 قطرية. فهل هي صناعة قطرية بالنسبة للدرونات تي بي 2؟ هذا هو السؤال الذي يجعل من السعوديين أقرب إلى قبول صفقة باتجاه البيرقدار المصنع أو الذي تشرف عليه قطر. وهذا مهم جدا كخلاصة ثالثة، لكن المهم في كل ذلك أن تسريب المخابرات لصور الطيران القطري وهو يحمل البيرقدار إلى أوكرانيا كان بمثابة رسالة مباشرة من جهة إلى قطر، ولذلك جرى اتصال مباشر بين لافروف وما بين محمد بن سلمان من جهة، وأيضا من جهة ثانية فإن طلب الملك سلمان البيرقدار هو نوع من خلق التوازن من داخل مجلس التعاون الخليجي بشأن البيرقدار القطري والبيرقدار السعودي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.